لحد الآن الاتحاد الدولي لم يرد رسميا على المراسلة اللي بعثها الاتحاد الجزائري يوم 7 مايو الماضي. فنحن دائما ننتظر، وشفت يعني في الخرجات تاع الناخب الوطني تكلم بلغة الصراحة حول هذا الموضوع، لأنه يبقى مطروح لحد الآن، يعني التحكيم في إفريقيا يبقى مطروح. احنا اللي نتمناه أن المسؤولين خاصة على الكرة في إفريقيا أنهم يعملوا كل ما في وجههم في جهدهم أن يرفعوا بمستوى التحكيم وكذلك النزاهة في التحكيم. هذا هو.